والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. آمين. قراءة من سفر الملوك الأول. في تلك الأيام قال إيليا لآحاب: اصعد كل واشرب، فهو ذا صوت دوي مطر. فصعد آحاب ليأكل ويشرب، وصعد إيليا إلى رأس الكرمل وانحنى إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه، وقال لخادمه: اصعد وتطلع نحو البحر. فصعد وتطلع وقال: ما من شيء. فقال له: ارجع على 7 مرات. فلما كان في 7 قال: ها غيم صغير قدر راحتي رجل طالع من البحر. فقال إيليا له: اصعد وقل لآحاب تشدد وانزل لئلا يمنعك المطر. وفي أثناء ذلك اسودت السماء بالغيوم وهبت الرياح وجاء مطر عظيم. فركب آحاب وسار إلى يرزعيل، وكانت يد الرب مع إيليا، فشد حلقويه وجرى أمام آحاب حتى الوصول إلى يزرعيل. كلام الرب. أيتها الأم الكلية القدرة مريم، يا ملكة السلام، بصلاتك احفظي جميع المكرسين إليك، وفي قلبك الطاهري انقشي اسمهم. يا بهاء الكرمل أم النعمة مريم، علمينا محبة يسوع وألا نتبع سواه. أيتها الأم الكلية القدرة مريم، يا ملكة السلام، بصلاتك احفظي جميع المكرسين إليك، وفي قلبك الطاهر انقشي اسمهم. يا أم يسوع أمنا، يا من تهدي خطانا، سيري معنا وعلمينا محبة صليب يسوع. أيتها الأم الكلية القدرة مريم، يا ملكة السلام، بصلاتك احفظي جميع المكرسين إليك، وفي قلبك الطاهر انقشي اسمهم. أيتها الطوبوية العذراء مريم، يا سيدة جبل الكرمل، صلي لأجلنا. أيتها الأم الكلية القدرة مريم، يا ملكة السلام، وفي قلبك الطاهر انقشي اسمهم.
كليتها الأم الكلية القدرة مريم. قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية. فلما تم الزمان أرسل الله ابنه مولودا لامرأة وعاش في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة حتى نصير نحن أبناء الله. والدليل على إنكم أبناؤه هو أنه أرسل روح ابنه إلى قلوبنا هاتفا: أبا، أيها الآب، فما أنت بعد الآن عبد بل ابن، وإذا كنت ابنا فأنت وارث بفضل الله. الشكر لله. حبيبي، فهل أنا بعد يتيمة؟ هل أنا يتيمة؟ إني في أحشاء مريم أمي وجدت الحياة. أسكن في أحشاء أمي وهناك ألتقي حبيبي. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. هناك عند صليب يسوع وقفت أمه واخت أمه مريم امرأة قلوبة ومريم المجدلية.
رأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه، فقال لأمه: أيتها المرأة هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومنذ تلك الساعة استقبلها التلميذ في بيته. في القرن الثاني عشر، يعني إذا بالألف ومية وكذا، كان حجاج جوي للحج من الغرب، جوي للحج في الأراضي المقدسة في فلسطين، وبقى هناك وعاشوا كنساك في جبل الكرمل. إذا جوي من الغرب، استقروا بالجبل، صووا، عاشوا نساك. ومن البداية اتخذوا من العذراء مريم شفيعة، مطلقين على أنفسهم من البداية هذا الاسم الحلو، إخوة العذراء مريم. بعد هذا في القرن الثالث عشر، بعد قرن تقريبا، طردوهم من جبل الكرمل من قبل المسلمين، تعرفون القصة، اللي انتصروا في الحروب الصليبية، وصارت اضطهادات، انقتلوا بعض منهم، والباقي انهزموا، انتشروا وتوزعوا إلى دول أوروبا، رجعوا للغرب يعني. بس ظلوا هناك أيضا أمناء لمريم العذراء، ظلت سيدة الكرمل هي الحامية والشفيعة، واللي وعدوها بأن يخدموها ويكرموها طوال حياتهم وين ما يكونون. فربطتهم بها من البداية إذا علاقة قوية، وتعرفون أيضا القصة مع علامة الثوب، صار علامة الثوب هاي اللي انطتهم العذراء، مثل صار هذا فرد رابط قوي روحي بين الكرمل وبين هؤلاء إذا النساك اللي صاروا رهبان بعدين عندهم قانون إلى آخره. إذا علامة ثوب العذراء هذه أصبحت شيء فشيئا علامة الانتماء إلى عائلتهم الرهبانية. ثم حصلوا على اعتراف رسمي إذا من الكنيسة بشفاعة العذراء مريم على رهبانية الكرمل. وتعرفون من الغريب جدا هي رهبانيتنا هي الرهبانية الوحيدة اللي ما عندها أي مؤسس معروف. لما رحل الغرب صارت تعرفون اضطهادات من قبل، مو اضطهادات بس يعني رفض من قبل الكنائس الأخرى، يعني الأساقفة، ما حد ما يقبل ولا أسقف يقبل يتبناهم، بحيث يعني أرادت يعني تنقرض الرهبنة، ماكو أي مكان أي بلد دا يقبلهم، كلهم دا يحاربوهم. فمن منا تعرفون هاي القصة كيف إنه العذراء ظهرت لسيمون ستوك اللي صلى من أجل استمرار الرهبنة، فانطق هذا الثوب والعلامة إذا، وبعدين وراها صار الاعتراف الرسمي. فلهذا بالنسبة لنا الكرمليين طبعا فكروا إنه العذراء مريم هي اللي ساعدتهم على البقاء. احنا ما نعرف اي شيء عن هؤلاء النساك اللي بدوا، لفرط ما كان يعني اصل الرهبانيه اللي بدت على جبل الكرمل كان فالشيء هلقد متواضع وخفي بحيث ما نعرف اي شيء عنهم. وكانت الرهبانيه اذا قلت لكم تهددت بعدين بالزوال، فالمعلومات هي قليله جدا يعني في القرن الثالث عشر الى اخره. وبعدين اذا نشوف العذراء مريم بدأت لما رجعوا مرة أخرى للجبل الكرمل، نشوف مريم عذراء ظهرت حاضرة، كانت دوما في جبل الكرمل في ترافق الكرمليين، خاصة وسط الصعوبات والمخاطر هسه ذكرتها، ونجدها واقفة بيننا وبين المخاطر. بالنسبة للكرمل في الصورة واضحة جدا، مثل كأن مريم عذراء هي على الجبل، كأنه أخذت صورة الجبل هي، تعرفون الجبل يعني يقف بين السماء والأرض، يربط بين الأرض والسماء، وهي جبل الكرمل تعرفون بحيفة يطلع على البحر، كأنه البحر هو مثل الشر يعني روح الشر والصعوبات، فهي كانت تقف بيننا وبين الموت يعني بين المخاطر، تحمينا وتقودنا إلى بر الأمان. هاي نقطة مهمة جدا في أذهان الكرمليين من البداية، تقودنا إلى الضفة الأخرى، كأنها إذا تقف معنا مع الكرمليين على جبل الكرمل المطل على البحر، وهي صارت رمز لهذا الجبل قلت لكم الواقف بين الأرض والسماء، وكانوا يقودنا إذا صعدنا كل عائلة الكرمل اللي تصعد جبل الكرمل طول حياتها يعني طريقنا، تقودنا نحو أرض الميعاد، نحو أرض السماء يعني أرض الميعاد اللي يعني الأبدية اللي وعدنا بها يسوع. مريم إذن بالنسبة لنا مهمة جدا، احنا رهبنا مريمية تماما، مريم راح تكون واقفة حاضرة معنا في كل مراحل عبورنا. تعرفون احنا في الحياة عندنا ممرات، مراحل نعبر بها دائما من الحياة إلى الموت، احنا نموت عن ذاتنا كل حياتنا المفروض يعني.
إذا وخاصة هي ويانا في العبور الأخير من الموت إلى الحياة. طبعا هي هذا الممر موجود طول حياتنا، علينا القيام به باستمرار طوال حياتنا، نعبر نتخلى عن ذاتنا نموت عن ذاتنا حتى نعبر. فمريم هي دائما تذكر، وهي الأم اللي ترافقنا في هذا العبور نحو المسيح، على طريق المسيح خلفا نسير وياه من الموت إلى القيامة. إذن هذه مهمة مريم الرئيسية في عائلة الكرمل، هي تقف أمام الموت أمام الصعود. زين انقطعت الصوت، دا أقول لكم كنت أتكلم كيف أنه يعني مريم عذراء هي انطيتها مثل جبل الكرمل، هي صارت هذا الجبل اللي يقف بيننا وبين المخاطر، وهي مهمة مريم الأساسية راح تصير هي هاي لعائلة الكرمل، دائما تعبرنا من الموت إلى الحياة. كل حياتنا احنا يجب أن نموت عن ذاتنا حتى نقوم في المسيح، فهي هذا الممر تقودنا بيدها، هذه الأم اللي دائما تحمينا، وحتى الموت حتى النهاية خاصة راح تقف ويانا، إذا تمسك بيدنا حتى تعبرنا إذا إلى الحياة الأبدية. وعدنا سمعنا النص القراءة الأولى، هذه السحابة الصغيرة، شافوا السحابة بقد قبضة اليد صغيرة، هذه من البداية الكرمليين، إذا كان أكو انقطاع 3 سنوات ونص ويا زمان إيليا ماكو مي ماكو مطر، وبعدين شافت هاي جت هاي السحابة الصغيرة بحجم قبضة اليد، إذا فالشيء بسيط ومتواضع، وأعطت هذا الماء، أعطت الحياة من جديد لإسرائيل. إذا من البداية هذا على جبل الكرمل طبعا، فمن البداية وقت إيليا، تعرفون إيليا هو يعني علاقته ويانا وكيف نكرمه، إذا من البداية الكرمليين فكروا هذا النص هي مثل يعني مريم العذراء حققت هاي النبوة، مريم العذراء هي هاي السحابة، هذه السحابة اللي أعطتنا المسيح، أعطتنا هذا الماء الحي، أعطتنا الحياة، كنا ميتين وأعطتنا الحياة، فتحت باب السماء، السماء كانت مغلقة ما تمطر، وأعطتنا يعني هذا المطر، أعطتنا المسيح. هاي الصورة جدا جميلة خاصة بالكرمل، إذا صارت مريم العذراء رمز لي، تشوفون هذه يعني هذه المرأة اللي تتلقى آخر كلمات ابنها في الصليب. إذا من وقت هاي السحابة، هذا الإعلان مع النبي إيليا على المطر، إلى وقت هذه المرأة اللي تتلقى آخر كلمات ابنها على الصليب، راح يتحقق الوعد، أرسل الله ابنه المولود من امرأة حتى يجعلنا أبناء، مثل ما يقول بالقراءة سمعناها في غلاطية. وبهذا يكون الكرمل بأكملها، احنا مريمي أي رهبانية مريمية تماما، لأنه مريم هي مثل يعني كمال دعوتنا، هي مثل المثال بامتياز لما يجب أن يكون عليه الكرمل. دعوتنا ككرمليين شنو هي؟ انظروا إلى مريم، وهي هاي كمال دعوتنا، هذه اللي تتأمل بصمت وتسمع كلام المسيح وتضعه في قلبها، هي اللي دائما تقول نعم لإرادة الله، هي اللي في صمت تدخل في يعني علاقة مع ابنها يسوع ومع الله. وبالقداس النهاية مثل مقدمة صارت الإفخارستية جميلة جدا بهذا اليوم، نقولها أقراكم هاي العبارة اللي هي المفروض احنا نعيشها، نقول نحن السائرون، نحن الكرمل أبناء عائلة الكرمل، نحن السائرون نحو جبل قدسك المجيد يا رب، نفرح إذا نسر سرورا عظيما، يعني إذ نرى في مريم هي الصورة الحية لما نرجو أن نكون في قلب أمنا الكنيسة. إذا مريم هي بالنسبة للكرمل، لكل عائلة الكرمل، هي الصورة، هي المثال الحي، هي الصورة الحية لما نتمنى، لما نرجو أن نكون عليه في قلب الكنيسة. ماذا كانت هي في قلب الكنيسة؟ إذن هذه الأم اللي هذا المثال اللي متحدة مع يسوع، تسمع كلامه، تتأمل به وتعيشه وتسند الآخرين. تشوفون دعوتنا كبيرة جدا، إذن أن نصلي وأن نعمل عندنا، هذا الجزء المهم جدا. أريد اليوم أيضا بسرعة، أكو 3 فضائل مريمية توضح بشكل خاص دعوة جميع اللي
يعني أبناء عائلة الكرمل، كل اللي يريدون يعيشون من تحت رعاية سيدة جبل الكرمل يعني وشفاعتها. مريم عذراء عاشتها، نحاول نعيش احنا ايضا 3 فضائل: التواضع والإيمان والطاعة. بس بأي معنى؟ التواضع هو أول موقف حياتي عاشته مريم، وصار مثل يعني مثال لازم احنا نتبعه بالكرمل. هذا التواضع، هذه نقول أمتك المتواضعة، أمته المتواضعة. هذا التواضع هو مثل فد وعي، ممكن نقول حي بغرابة أو بجنون حب الله لنا احنا خلائق الفقيرة. شلون يحب كل واحد فقير وبسيط وأبسط أبسط واحد بينا، الله يحب أكثر شيء. كل ما نكون متواضعين الله يسكن فينا أكثر. فشيء عجيب جدا، هو المتسامي الله أكبر، يعني جعل نفسه الله أصغر ويدخل في أصغر واحد فينا. احنا وجودنا زائل، وهو يعني مثل على صورة هاي السحابة الصغيرة، شيء بسيط متواضع، بس هي تعلن وتبشر بالخلاص هاي السحابة. فمثل ما أجا في مريم هاي المتواضعة، مثل ما هاي السحابة أغرقت وأعطت الحياة والماء لشعب الله في ذاك الوقت، الله إذن يدخل في كل، على مثال مريم، يدخل في كل نفس متواضعة اللي تتشبه بمريم. والنبي إيليا اللي يقف في حضرة الله الحي، تعرفون، يتعرف من خلال هذه السحابة الصغيرة أنه صلاته استجيبت، يعني الله استجاب صلاته. الله يظهر نفسه بالأشياء البسيطة المتواضعة، أي من خلال المطر الغزير اللي يضع حد للجفاف اللي أصاب إسرائيل لمدة 3 سنوات و3.5 سنوات تقريباً، ويخلصهم من الموت. عندنا فد تقليد أيضاً يعني قديم في الكرمل، يشوف في هذه السحابة، قلت لكم هاي مهمة جداً، صورة للعذراء مريم اللي تهب ابنها كمخلص العالم. لا تنسوا دائماً مريم هي هذه السحابة اللي تعطينا مطر وحياة، ومريم هي المستفيدة الأولى بالحقيقة من هذا الخلاص، لأنه صار يعني تم اختيارها مجاناً، ومجاناً جعلها الله ممتلئة نعمة وأحبها أيضاً مجاناً. بفضل تواضعها الله أعطاها أن تستقبل هذه المجانية المطلقة للحب، مثل ما تقول قديسة تريزا الأفيلية، تقول من خلال تواضعها مريم أنزلت العذراء مريم الملك من السماء. العبارة جدا قوية هاي تريزا الأفيلية، من خلال تواضعها العذراء مريم كأنها أجبرت، أنزلت الملك من السماء، أنزلته إلى أحشائها، ومن خلالها نحن نجتذبه إلى نفوسنا. احنا هم راح ننزل إلى نفوسنا، يعني شوفوا كل واحد يعيش هذا التواضع مثل مريم، الله مجبور ينزل لنا ويسكن فينا. بكلمة أخرى، الله تأثر بتواضع أمته لدرجة أنه أراد أن يتجسد ويولد فيها من أجل خلاصنا. إذن هاي أول نقطة، التواضع واضحة. الموقف الثاني اللي يريد أعضاء الرهبانية الكرملية أن يتشبهوا به ويعيشوه هو الإيمان المثابر حتى في الليل والتجارب. كلنا نمر بالليل بالصعوبات يعني والتجارب، وإذا الكرمليين دائما أبناء الكرمل، أبناء عائلة الكرمل على مثال مريم، يتأملون مريم واقفة تحت الصليب. تخيلوا مريم على الصليب، تحت الصليب تبقى واقفة وليست ساقطة منسحقة رغم الليل، يعني تبقى واقفة في الإيمان، تنظر إلى ابنها بإيمان ولو ما تفهم أي شيء، وكل الوعود اللي بالبشارة شو بدها تتحقق، يعني صعبة، هو هذا الله اللي وعد به يعني ابن الله. إذا مريم لا تدع نفسها تسقط، انتبهوا، لا تدع نفسها تسحق أمام آلام ابنها غير المفهومة أبدا. فبينما يعني يقدم يسوع نفسه لله حتى الموت، يشوف أمه واقفة تحت الصليب وبجانبها هذا التلميذ اللي يحبه، ومثل إيليا الواقف أمام الله على الجبل بثبات، يسوع يشوف في أمه هذه الأمانة، هذا الإيمان الأمين القوي، ويشوف هذا الوعد بنعمة قادمة
على الرغم من آلامه بوقوف مريم هكذا أيضا تشجعه وتخليه ينظر إلى هذا الوعد بالنعمة القادمة، مثل النعمة الماء المطر اللي راح يجي من خلال هذا الشيء البسيط السحابة. ولهذا ينظر إلى تلميذه ويعني يسلم إلى تلك التي أول من آمنت بخلاص الله اللي جلب ابنها. وهكذا نشوف مريم تتلقى رسالة مثل رسالة أمومة تجاه الكنيسة، صارت أم الكنيسة، هي تلقت رسالة أن تكون أم الكنيسة جمعاء في الوقت نفسه اللي تشوف أمام عينيها يسوع ابنها يموت. إذن تشوف هي تستلم من يعني رسالة أن تحبل، يعني تشوفون هذا اللي استلمت من عند هذه الرسالة يعني اللي حبلت به وأعطت العالم تشوفه يموت أمامها بس على الصليب، تستلم رسالة مو بس أمه، صارت هسه أم الكنيسة. الرسالة واضحة جدا بالأخير أعطاها يسوع لها. وإذا بهذا المعنى الكرمل يشوف في مريم نموذج يعكس الإيمان المعاش إلى آخر حد، يعني هذا الإيمان المعاش في وسط الليل، في وسط التجارب، في الظلمات، في ليل الإيمان، ومتضامنة مع كل الإنسانية المتألمة، مع كلتنا، كل واحد شلون يعيش الألم. هي مريم عاشت هذا على الصليب، لكنها عاشته في الرجاء، الرجاء اللي ينتظر خلاص الجميع. إذا عندنا التواضع وعندنا الإيمان وعندنا موقف أخير ثالث هو الطاعة تجاه كلام الله. هذا الموقف المريم الثالث لازم على الكرملي أن يعني يعيشه حتى يقوم برسالته المطلوبة من عندنا. شنو هذا؟ كيف عاشت مريم هاي الطاعة لكلام الله؟ مريم كانت مثل تسهر دوما، تقدم كل حياتها للكلمة، كانت الكلمة يعني كلمة الله اللي تجسد ابنها، يعني تركت كل إرادتها وحاولت دائما تسمع إرادة يسوع كلمة الله. وهكذا فإنه يعني رسالة الأمومة اللي استلمتها من الله تربطها بطريقة جدا فريدة بتقدمة يسوع لذاته على الصليب، صارت هي كأنه تعيش أيضا نفس الرسالة، قدمت كل حياتها بطاعة تسمع إرادة الله مو إرادتها، ماتت عن ذاتها وصارت مثل يعني تحدث واحدة مع ذاك الذي يهب حياته طوعا لأبيه، حبا لأبيه، يعني بسبب حب لأبيه هو أيضا يسوع سلم إرادته بيد الآب، فهي تحدث بابنها بكلام الله كلمة الله وسلمت كل حياتها لإرادة الله. لازم نتعلم احنا أيضا نسمع كلام الإنجيل، نسمع يسوع مو فقط بالشيء اللي يعجبنا أو السهل، مو نختار بكيفنا. إذا من خلال فعل تقدمة الذات، مريم قدمت ذاتها، يسوع نشوف أيضا يعني كأنه على مثال يسوع اللي فتحنا الطريق حتى نصبح أبناء الله بالتبني، مريم توصلنا لهذا الطريق، ابن الله الوحيد المولود من امرأة يفتدينا إذا ويجعل منا أبناء إحنا أيضا ويعطينا أما لنا أيضا. فالنقطة مهمة جدا هاي على الصليب، فالسر كبير ما حصل على الصليب. إذا تشوفون باختصار يعني الكرمل على صورة مريم العذراء، الكرمل مرتبط بتقدمة الابن حتى يتأمل بالروح القدس، يتأمل يعني هذا السر أنه كلتنا مدعوين أن نصبح أبناء الله من خلال أيضا يعني موت يسوع جعلنا أبناء الله، وأيضا مريم هي صارت أمنا، إذا صرنا إخوة ليسوع، إذا صرنا أبناء الله أيضا. تشوفون هذه الطاعة لكلمة الله تجعلنا نشترك في محبة الله إحنا أيضا، ونوحد إرادتنا بإرادته كما فعلت مريم تماما. إذا مريم صدق يعني هي المثال الأول للتلميذ الحقيقي ليسوع. إذا نريد اليوم نطلب هاي النعمة أن نصغي لكلمة الله، أن نكون يعني مثل مريم مستعدين ساهرين بدون أي شرط. هذا يعني في الحقيقة أن نقول نعم يوما بعد يوم، كل يوم إذا، لإرادة الله اللي تظهر أمامنا كل يوم. هكذا إذا الكرمل راح يكون حقا بأكمل مريمي تماما شوكت عندما يعيش بتواضع وامتنان لله أبينا ومصدر كل الخيرات والبركات، التواضع. إذا ثانيا الكرمل راح يكون بأكمل مريمي تماما عندما يبقى يقظا وساهرا في الليل تحت الصليب من أجل خلاص كل إنسان في يسوع المسيح، إذن بالإيمان، شوفوا نعيش بالإيمان حتى في الصعوبات.
وثالثاً الكرمل سيكون بأكمله مريم، على مثال مريم يعني عندما يقدم نفسه لله كي يستقبل من الروح القدس نعمة الخدمة، أي أن يخدم في هذا العالم، يعني نخرج عن ذاتنا ونكون في خدمة الآخرين. هذه الطاعة للآب، طاعة يسوع أنه ترك إرادته وصار خادم للآخرين بفضل حب لله الآب. إذن طاعة لكلام يسوع على الصليب اللي يقول لكل واحد من عندنا هذه أمك، إذن فلنطلب من أمنا مريم أن تساعدنا على البقاء في حضور الله وفي خدمته، في خدمة ملكوته اليوم وكل يوم وحتى النهاية. آمين. إذن خلي شوي ناخذ بعض اللحظات نتهيأ نصلي التساعية اليوم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. هلم أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلم يا أبا المساكين، هلم يا مانح المواهب، هلم يا ضياء القلوب، يا معزيا جليلا، يا ضرب النفس العذب، يا هناء حلوا، يا رفيق الدرب، أنت كتبي راحة وفي الحر برودة وفي البكاء عزاء، يا بهجة النور الساطع املأ قلوب المؤمنين، أضربها بنار المحبة املأها حتى الصميم، نقي ما كان دنسا، اروي ما كان جافا، واشفي من الجراح، لين ما كان صلبا، اضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا، امنح ابنائك المواهب والفضيلة ثوابا والخلاص مصيرا والسعادة الأبدية، آمين. ليرحمنا الله وليباركنا وليضئ بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، لتحمدك الشعوب يا الله، لتحمدك الشعوب جميعا، لتفرح الأمم وتهلل، لأنك بالعدل تدين العالمين، بالاستقامة تدين الشعوب وفي الأرض تهدي الأمم، لتحمدك الشعوب يا الله، لتحمدك الشعوب جميعا، الأرض أعطت غلتها فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله ولتخشه أقاصي الأرض جميعها. المجد للآب والابن والروح القدس إلى دهر الداهرين، آمين. لقد نظر إلى تواضع أمته. تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، سوف تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم اسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه، كشف عن شدة ساعده فشتت متكبري القلوب، حط المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين، أشبعت جياع خيرا والأغنياء أرسلهم فارغين، عضد إسرائيل عبده
متذكرا رحمته كما كلم آباءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. المجد للآب والابن والروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. راح أقرأ لكم موعظة من مواعظ الطباوي الليردي، كان هذا رئيس الرهبان. إذن هذه القراءات من آباء الكنيسة بمناسبة إذن أعياد المريم. مريم أمنا، لنتقدم نحو العروس، لنتقدم نحو الوالدة، لنتقدم نحو الأمة. مريم الطوباوية هي كل ذلك، عروس ووالدة وأمة. ماذا نعمل وماذا نقدم لها؟ يا ليتنا نستطيع أن نرد لها أقله ما هو دين علينا. نحن مدينون لها بالإكرام، نحن مدينون لها بالخدمة، نحن مدينون لها بالحب، نحن مدينون لها بالتسبيح أيضا، نحن مدينون لها بالإكرام لأنها والدة ربنا وإلهنا. فمن لا يكرم الوالدة فهو بلا شك يهين الابن. يقول الكتاب أكرم أباك وأمك. ماذا نقول إذن أيها الإخوة والأخوات؟ أليست هي أمنا؟ بلى أيها الإخوة، إنها حقا أمنا، بها ولدنا، لا للعالم ولكن لله. كنا جميعا كما تؤمنون وتعلمون في الموت وفي القدم وفي الظلام والشقاء. في الموت لأننا فقدنا الرب، وفي الضعف لأننا كنا في الفساد، وفي الظلام لأننا فقدنا نور الحكمة، ولهذا كنا من الهالكين لا محالة. ولكننا ولدنا بمريم البتول ولادة أفضل من ولادتنا من حواء، لأن يسوع ولد منها. بدل القدم حصلنا على التجديد، وبدل الفساد نلنا اللا فساد، وبدل الظلام شملنا النور. إنها أمنا، أم حياتنا، أم اللا فساد فينا، أم النور فينا. يقول الرسول عن الرب يسوع المسيح إنه صار لنا حكمة من لدن الله وبرا وقداسة وفداء. هي إذن أم المسيح، أم الحكمة فينا، وأم البر، وأم القداسة، وأم الفداء. فهي إذن أم لنا أكثر من أمنا بحسب الجسد. بها كان لنا ولادة أفضل، لأننا منها نلنا قداستنا وحكمتنا وبرنا وفداءنا. يقول الكتاب المقدس سبح الله في قديسيه. فإن كان يجب أن نسبح الله في قديسيه لأنه صنع فيهم العجائب والآيات، فكم هو أولى أن نسبحه في تلك التي صنع فيها ذاته وجعلها عجيبة فوق كل العجائب. نطلب اليوم هذه النعمة لكل واحد منا ولكل من نحبه، أن نرتبط بأمنا مريم. كل ما نقترب من الأم سنقترب بالتأكيد من الابن. هي ما توجه أي شخص إلها، دائما تربطنا، تسيرنا، تقودنا نحو ابنها. فنطلب هذه النعمة خاصة جدا اليوم لكل واحد منا، لعائلاتنا، لكل المتعبين، لكل من لا يعرف الله أيضا. هذه الأم الحنونة هي تعرف كيف تقودنا نحو الله. صلاة لسيدة الكرمل. يا مريم، يا أم الله، يا أمي، يا سلطانة السلام، اسألي ابنك يسوع أن يمنحني عطية السلام. صلي لأجلي من أجل السلام، السلام في قلبي، سلام العقل والروح، السلام في عائلتي،
السلام مع كل من أقابله. سلام يسوع. يا يسوع ربي ومخلصي، يا ملك السلام، جئت إليك مع مريم سلطانة السلام لأسألك باتضاع أن تسكب علي روحك القدوس، روح السلام. يا يسوع علمني أن أعمل وأصلي من أجل السلام. امنح السلام لشعبي ولكل الشعوب وبين البشر. أيها الآب الحنون، يا نبع السلام، امنح بلادي السلام. آمين. لنصلي مرة أبانا وخمس مرات السلام. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. هنصلي إذن الطلبة، ونضع مرة أخرى كل عائلاتنا، كل أصدقائنا، كل المتعبين، وكل المرضى والوحيدين، نضعهم في صلاتنا ونطلب شفاعة إن العذراء. كيريا ليسون، كريستيا ليسون، يا ربنا يسوع المسيح، انصت إلينا. يا ربنا يسوع المسيح، استجب لنا. أيها الآب الإله السماوي، ارحمنا. أيها الابن مخلص العالم، ارحمنا. أيها الروح القدس الإله، ارحمنا. أيها الثالوث القدوس الإله الواحد، ارحمنا. يا قديسة مريم، يا والدة الله، يا عذراء العذارى، صلي لأجلنا. يا أم ربنا يسوع المسيح، صلي لأجلنا. يا أم النعمة الإلهية، صلي لأجلنا.
يا أما طاهرة، يا أما عفيفة، يا أما غير مدنسة، صلي لأجلنا. يا أما بغير عيب، صلي لأجلنا. يا أما حبيبة، صلي لأجلنا. يا أما عجيبة، يا أما الخالق، يا أما المخلص، صلي لأجلنا. يا بتولا حكيمة، صلي لأجلنا. يا بتولا مكرمة، صلي لأجلنا. يا بتولا ممدوحة، يا بتولا قادرة، يا بتولا حنونا، صلي لأجلنا. يا بتولا أمينة، صلي لأجلنا. يا مرآة العدل، صلي لأجلنا. يا كرسي الحكمة، يا سبب سرورنا، يا إناء روحيا، صلي لأجلنا. يا إناء مكرما، صلي لأجلنا. يا إناء العبادة الجليلة، صلي لأجلنا. يا وردة سرية، يا برج داود، يا برج العاج، صلي لأجلنا. يا بيت الذهب، صلي لأجلنا. يا تابوت العهد، صلي لأجلنا. يا باب السماء، يا نجمة الصبح، يا شفاء المرضى، صلي لأجلنا. يا ملجأ الخطأ، صلي لأجلنا. يا معزية الحزانة، صلي لأجلنا. يا معونة النصارى، يا سلطانة الملائكة، يا سلطانة الآباء، صلي لأجلنا. يا سلطانة الأنبياء، صلي لأجلنا. يا سلطانة الرسل، صلي لأجلنا. يا سلطانة الشهداء، يا سلطانة المعترفين، يا سلطانة العذارى، صلي لأجلنا. يا سلطانة جميع القديسين، صلي لأجلنا. يا سلطانة السماوات والأرض، صلي لأجلنا. يا سلطانة الوردية المقدسة، يا سلطانة حبل بها بلا دنس، يا سلطانة انتقلت إلى السماء، صلي لأجلنا. يا سلطانة السلام، صلي لأجلنا. يا سلطانة بهاء الكرمل، صلي لأجلنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم، انصت إلينا. يا حمل الله الحامل خطايا انصت العالم، إلينا. استجب لنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم، ارحمنا. كيريا ليسون، كريستيا ليسون. يا مريم مجد الكرمل وجماله، يا حياتنا وعزاءنا ورجاءنا، يا من أعطاك لنا أما ابنك يسوع من أعلى الصليب، وبعد صعوده إلى السماء دبرت بعناية والدية شؤون الكنيسة المقدسة، ولم تزل في السماء تعطفين على كل واحد منا. ها نحن ننطرح اليوم أمام عرشك لنترنم بمديحك ونعترف بمراحمك. يا أمنا مريم، أنت الميناء الأمين لبني البشر الملتجئين إليك بإيمان ورجاء صالح ومحبة صادقة. اسهري علينا نحن الذين اخترناك لنا أما حنونا ومدبرة حكيمة وشفيعة مقتدرة. زيني نفوسنا بفضائلك السنية، شددي ضعفنا بقوتك، في الحياة أسعفينا، وعند الوفاة بحضورك عزينا وقودينا إلى ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح الإله الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. إذا نشكر الله من جديد على هذه الأم الحنونة اللي انطانا إياها، نشكر ونذكر بشفاعة أم العذراء إنه إحنا محتاجين
إلى وجوده بحضور معنا دوما، محتاجين أن يقف معنا دوما، يعطينا القوة والرجاء خاصة في هذه الظروف الصعبة. فنأخذ بعض الثواني إذن نشكر الله على أمنا اللي أعطانا إياها، ولنقدم حياتنا على مثالها بتواضع بإيمان وبطاعة. يا نبع ماء يروي الغليل، يا من حنانك يشفي العليل، في الليل أنت النور البهي، يا مريم زهرة الكرملي، يا أم ربي يا أم الرجاء، قودي خطانا نحو السماء، يا من بحبك لن تبخلي، يا مريم زهرة الكرملي، يا أمنا يا ربيعا يطول، يا زهرة عطرها لا يزول، طهر قلبي واشفع لي، يا مريم زهرة الكرملي، ثوبك يستر عري الخطاط، رافقي دربنا حتى الممات، عونا وأما مثالا جلي، يا مريم أم الكرملي، يا أمي يا أم الكرملي. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. شكراً لإصغائكم، والله يقويكم، يا رب تحفظكم العذراء دائماً.